لكن إن شاء الله يكون الأمر على خير. البخاري نبدأ بصحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، هو من ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا همام بن يحيى بن دينار العوذي أبو بكر البصري. قال أحمد: كان يحيى لا يستمرئ هماما. ذكر ابن حبان في الثقات. وأما الإمام أحمد قال: هو ثبت في كل المشايخ. والحق بأنه ثقة. ابن سعد قال ثقة، هو ثقة لكنه يهم فيه بعض الوهم. وماذا بعد؟ قال موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدث أخبرنا إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل أبو يحيى وقيل أبو نجيح. قال: في ابن معين ليس بي بأس، وفي رواية قال ثقة، وقلنا بأنها في الأغلب تكون ثقة. قال أبو حاتم الرازي: ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات. وأيضا قال أحمد بن حنبل: فحل الحديث. وقال النسائي: ثقة. قال أبو زرعة: ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وهذا الحق بأنه يعني أتى به في أكثر من باب، وباب آخر باب صب الماء على البول في المسجد. هناك ثلاث أبواب على نفس الحديث، سنشرح الحديث. وأما الأبواب الثلاثة التي تريها سيكون فيها الفوائد إن شاء الله تباعا. عامة هذه القصة، أولا التبويب. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم العربية حتى فرغ من بوله. قال: ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس العربي حتى فرغ من بوله في المسجد. هنا المساجد مقدسة، لا يصح أن يكون فيها نجاسات، وقد أمر الله جل في علاه بتطهير المساجد بقوله: وأن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله جنوبا من ماء. هذه القصة أن العربي جاء في رواية أنه جاء، وأول ما جاء نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فتعجب النبي وأنكر عليه وقال: قد تحجرت واسعا. وفي رواية أنه فعل ذلك بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليست لما يفعل الناس بهذه الطريقة، لأن المساجد لذكر الله جل في علاه والصلوات. فقال لرفق النبي بتعليمه، قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. وأيضا ما سكت النبي بل أنكر عليه وقال: قد تحجرت واسعا. عامة هذا حديث عظيم جدا، أراد الإمام البخاري هنا أن يظهر شيئا من الأهمية بالمكان، وهذا الأمر الذي أراد أن يظهره، وهي مسألة إذا تعرضت للمفاسد. روى على الجانب الأعظم المفسد الأعظم بارتكاب الأدنى. الرجل قام وقد باشر ما يفعل، وقام الصحابة هم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه. هنا الآن هو باشر المفسدة، فإذا قاموا أنكروا عليه أتوا بمفاسد أعظم من ذلك. وهنا أيضا قاعدة في مسألة الأمر معروف والنهي منكر كما سيأتي في الشرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، وأريق عليه سجل من ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم بألا يقطعوا عليه ما هو فيه، لأن هذه فيها مفسدة عظيمة ترجع عليه هو، ومفسدة أيضا ترجع إلى المحل الذي هو فيه. فكانت قاعدة عامة الذي سيكون في الشرح تمامها. لكن لما أتى البخاري بهذا التبويب قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله. هنا كأنه يقول: ما حكم ذلك؟ أو يقول: أتندهش؟ أو يقول: قد ترك النبي رجل يفعل ذلك، ترك هلك
تعليما وتشويقا حتى تنظر وتقول وكيف يتركه، والمساجد المأمور بها المأمور فيها الطهارة، وهو يلوث المسجد بهذه الطريقة، ولما شاء تركه وتركه حتى قضى حاجته، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا لما هم الصحابة لما أنكر عليهم فكأنه قال وكل هذه التساؤلات عندك ستجد الإجابة عليها في هذا الحديث الذي تقرأه في هذا الباب. ثم ذكر حديث أنس أن الأعرابي دخل في ناحية المسجد فقضى حاجته حتى وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ وقال لا تزرموا. الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى كما قلنا بأنه الأصل في هذه الأماكن الطهارة واجبة، وهي طهارة المحل، طهارة المحل. لذلك علماءنا يقولون من صلى على سجادة نجسة بطلت صلاة، من صلى على سجادة على مكان نجس نظروا فيها الارتباط وغير الارتباط ففرعوا فيها فروع فقهية. الغرض المقصود أنه يشترط لصحة الصلاة الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، وطهارة المحل. وفي طهارة المحل هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء، ولا يشوش على ذلك ولا يرد عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن الكلاب كانت تمر وتبول في المسجد ولا يرشون الماء. قلنا بأن هذا له تأويل وتوجيه في هذا الباب، أنه كانت تبول بعيد ثم تمر في المسجد، لأن المسجد لم تكن له أبواب، أو أنه لو حدث هذا بالاحتمالية الواردة يبقى نقول يحدث ذلك وأنه لا يعرف مكانه، فإن لم يعرف مكانه فلا مبالغة في المشقة في هذا الباب. وقد وجهنا هذا الحديث وفسرناه قبل ذلك فلا إعادة له، لكن الغرض المقصود أن المحل لابد أن يكون طاهرا حتى تصح الصلاة. لما انتعل النبي صلى الله عليه وسلم نعلا وكان فيه أذن فيه خضرا أذن فقام خلعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمران جبريل أن أخلعه، قال إن في عليك أذن أو قذرا، فمن باب أولى المحل أن يطهر. المسألة الثانية القاعدة العظيمة في هذا الباب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بأسرها عند التعليم، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس به، وفي تعليمه أيضا بعدما انتهى قال يا هذا إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي لذكر الله وللصلاة. وأيضا معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وهموا به ضربوا على أفخاذهم قال ما لهم ما بهم وإلى أمي إنهم مسكتوني فسكت. فلما انتهى قال عليه السلام شاكرا، قال والله ما كهراني ولا نهراني، ثم قال لي إن بالصلاة لشغلها، يعني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. فتعلم الرفق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ما كان رفق بشيء إلا زانة ونزع عن شيء إلا شانة بأبي هو وأمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال للعربي وعلم العربي بأنه لا يصح أن يفعل ذلك في بيت من بيوت الله جل في علاه. ثم الخاتمة بالقاعدة العريضة العامة ألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله، وهذا سبب التبويب الذي بلغ البخاري فيه بأنه ترك وحتى يفرغ. وهنا لفت الانتباه إلى القاعدة العريضة وهي القاعدة العامة أنه إذا تعارضت مفسدتان روع الجانب الأكبر، فترتكب الدنيا لدفع الكبرى، ترتكب الدنيا لدفع الكبرى. وهذه كما قلنا لها نظائر كثيرة جدا ولها فروع في الشرع كثيرة. قلنا على مسألة التطرس، لو تطرس أهل الكفر ببعض أهل الإسلام ولا يمكن الفتح ولا الانتصار على هؤلاء إلا بقتل الجميع فيقتل معهم أهل الإسلام، فقال علماء هنا ترتكب الدنيا من أجل الكبرى، في مصلحة عظمى هنا الآن وهي النصر على الأعداء، والمفسدة ترك الأعداء ويد الأعداء يحاربون الإسلام وأهل الإسلام، وأيضا يحاربون الدعوة لله رفع الله. فقال يقتلون جميعا، والرماة يرمون يقصدون أهل الكفر، فإن قتلوا أهل الإسلام فعليهم الدية ويغفر لهم في ذلك مراعاة كما قلنا بالمفسدة العظمى والدنيا. من ذلك أيضا إذا كانت المرأة في بطنها جنين، وأن الجنين في وضع سيقتل المرأة لا محالة، 99% تقتل المرأة، فهنا إسقاط الجنين صار واجبا أو صار مستحبا، وإن كان بعض العلماء لا يرون ذلك والصحيح الراجح صار إسقاط الجنين واجبا، يراعى الكبرى بفعل الأدنى. لذلك راعى النبي الأعظم
فكان في مفاسد ستحدث. قال لا تظلموه، لا تقطعوا عليه، ولو قطعوا عليه لأفسد عليه أولا فيها الإضرار به بدنا، وهذه مفسدة عظيمة أهون من مفسدة التنجيس لموضع يمكن تطهيره بالماء. الثاني أنه ستنتشر النجاسة في جسدي وفي ثوبي وأيضا في جميع بقاع المسجد، أنه يتحرك ويتحركون فيحدث فيها ما فيها من المفاسد. الثالث أنه ستحدث يعني المقتلة بينه وبين الصحابة، لا يقبل ذلك ويحدث المشدة وتحدث فساد ذات البين، لابد أن يكون متحققا في ذلك. فهذه مفاسد عظيمة، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منه حتى ينتهي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال هذه الجزئية تطهر بصب الماء عليها. الفوائد المستنبطة طبعا الأبواب الثانية أبواب فقهية أيضا فيها من الفقه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. أول فوائد رحمة الأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. الفائدة الثانية ضوابط إنكار المنكر، ضوابط إنكار المنكر. هم قاموا لإنكار المنكر فأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنكر كان سيأتي بمنكر أنكر من هذا المنكر. وهذا ضابط عند علمائنا، بأن للأمر المعروف والنهي عن المنكر ضوابط، من أعظم هذه الضوابط عدم الإتيان بمنكر أنكر من هذا المنكر. لذلك قال دعوه، طهارة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون بالمائعات ولا بالشمس. وهذه مسألة فقهية ستأتي غدا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى، وأيضا ستأتي منها مسائل أخرى فقهية على مسألة صب الماء على النجاسة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.